السلام، انا معاد احبوش. هذه مدة ديال العام تقريبا، وانا كنسول واحد السؤال اللي هو علاش العلماء ما كيملوش من القراية في الوقت اللي احنا داغي كنملو من القراية وما عدناش معها. مع الوقت عرفش باللي المعتقدات اللي كانت عندهم هاد العلماء هادو، كانت عندهم واحد المعتقدات على العلم انه هو مصدر ديال السعادة. ولكن السؤال المهم هنايا هو شنو اللي عاونهم واللي خلاهم يوصلوا لهذه الحالة ديال النشوة بسبب المعلومات اللي كيلقاوها. كلنا كنشوفوا التفاحة كطيح، ولكن التركيز هو اللي خلى السينيوتون يشوفها شوفة مختلفة. كلنا كنشوفوا الضوء في الصباح، ولكن التركيز خلى اينشتاين يشوفه شوفة مختلفة. فاش كتركز على شي طريق او لا شي نقطة، اي حاجة في الكون كتعاونك باش توصل لها. قانون الجذب وقانون الحركة وقانون التوازن وقانون التجلي، هاد القوانين الكونية كلها مشتقات من قانون غيعاونك هاد العام، واللي هو قانون التركيز. المشكل ديالك هو انك كتكون حاضر وغايب، كيكون الجسد ديالك حاضر ولكن التركيز ديالك غائب. علاش كيكون التركيز ديالك غائب؟ حيتاش انت ما حددتيش فاش غتركز. اي نقطة ركزتي عليها غتوصل لها. التركيز في قرايتك، والتركيز في الحصة اللي كتدوز عند الأستاذة ولا الأستاذ، التركيز في لاصال، التركيز في العلاقة اللي كتربطك بين شي بنت ولا العلاقة اللي كتربطك انت بشي ولد. التركيز هو الحاجة اللي خاصك باش تنساجم في اي مجال. وباش تركز خاصك تحدد، حدد النقطة اللي باغي تجيبها في هذا الامتحان، النقطة اللي كتحس براسك باغي تجيبها. حتى الا ما كنتيش عارف شنو تدير وفين ما كنتي وكيف ما كنتي وفي اي وقت كنتي، ملي تطبق القانون ديال التركيز الابواب ديال الكون كلها غتفتح لك، عقلك غيعطيك حلول باش توصل، وغتكون التجربه اللي غتدوز انت اللي غتعيشها، ماشي شي واحد في بلاستك، انت اللي غتعيشها. جرب كل شيء، ضحي بكل شيء، التليفون، الاستاذ، الكتاب، التفتار، استعمل اي حاجه كتشوفها غتوصلك لديك النقطه. اي حل طيحو عليك عقلك جربه، ولكن حبس. اول حاجة خاصك تدير هي انك تحدد الطريق اللي باغي، حيت الا ما حددتيش الطريق اللي باغي ما غتركش وما غتوصلش للنقطة اللي باغي. حيت ملي ما كتكونش داير النقطة اللي انت من قلبك باغي تجيبها، يا اما كتشد طريق اخرى، يا اما كتلهيك شي حاجة في العالم الخارجي، وهنا التركيز ديالك كيتقلب لجهة اخرى. ملي غتختار واحد الطريق وتحددها، هي اللي غتزرع فيك النشوة باش توصل للنقطة اللي انت باغي توصل لها. تخيل الهدف ديالك، تخيله بأدق التفاصيل ديالو، جمع كمية كبيرة على كيفاش توصل للهدف ديالك. من بعد ما تحدد هذا الهدف اللي انت باغي توصل له، سول راسك كيفاش ممكن توصل له. حاول انك تجبد بزاف ديال المعلومات على كيفاش توصل له، حاول تكتبهم. اي فكره طيحها لك العقل ديالك كتبها. جرب الافكار كلها اللي كيطيحها لك العقل ديالك. بعد عليك الافكار والمعتقدات اللي تتقول لك ان القرايه ديال المغرب عيانه، ولا تاثرتي شي نهار بشي فكره معكزاك، يعني شحال هادي كتقول لك ان هادشي اللي كدير غلط، حيتاش القرايه راه خايبه في المغرب وما كيقريوش مزيان، والقرايه اللي كنقراو حنايا مختلفة على القراية اللي كيقراوها الناس اللي في الدول المتقدمة. لا، هذا المعتقد هذا ما عنده فاش غينفعك، حيتاش القراية زوينة وكيف ما كانت غتنفعك غتنفعك. والهدف ديالك انت في هذه الحياة هو التطور وتنجح في حياتك. كل ما حققتي النجاحات كتولي مبرمج على النجاح لديما. ما تخلي حتى شي واحد يختار في بلاستك، سوى الشعبة اللي باغي تديرها، سوى الهدف اللي باغي توصل له، سواء النقطة اللي باغي تجيبها، وسواء حتى الطريق اللي باغي تشدها. دير الحاجة اللي كتبغيها انت، باش غتعرف ان كاينة شي حاجة كتبغيها انت. الحاجة اللي كتبغيها انت هي الحاجة اللي كتدوز بها بزاف ديال السوايع، واللي بعد المرات يقد شي واحد يقول لك راك كتعرف تديرها وتحس بواحد الفرحة وانك فري تقد تعطي فيها، ولا فات لك شفتيها في شي مرة في شي فيديو ولا في شي بلاصة وبان لك البلان انك تقدر تعطي فيها وعندك معها. هذيك هي الحاجة اللي كتبغي انت، وهي اللي خصك تختار. اختار الطريق الصحيح ماشي الطريق الغلط،
ما عندكش مع المات ما تدير سيونس مات، ما عندكش مع شي حاجة ما تديرهاش، دير الحاجة اللي عندك معها واللي صحيحة بالنسبة لك، كتجيك صحيحة وبسيطة. نسى الوقت، نسى واش باقي الحال، نسى أي حاجة كتربطك بالوقت، ابدأ دابا وغتوصل للنقطة اللي انت باغي، وطبق قانون التركيز. عقل ديما على هاد الكلمات، حدد الهدف وركز، دير بهالشي اللي غنقول لك وخدم حتى الخيال ديالك في الأهداف، كيفاش باغيها تكون وتجلى في الحياة ديالك، كيفاش نهار الامتحان غتكون، واش مهدن ولا مقلق، كيفاش غيكون التنفس ديالك في نهار الامتحان، معايا شا تنعس نهار الامتحان واش بكري ولا معطل، وشنو غتجيب في الامتحان، واش غتجيب مزيان ولا ما غتجيبش مزيان. سول عقلك هاد الأسئلة هادو وعقلك غيخليك تنوض وتخدم وتركز. غادي تبدل المعتقدات ديالك على القراية، غادي تبدل النظرة ديالك على القراية وعلى العلوم وعلى الآداب. وباش يوقع هاد الشي كامل ما تنساش هاد جوج كلمات، حدد الهدف وركز.